بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الرحمة أو مقام الرحمة أو رحمة ربنا سبحانه وتعالى. معظم الناس، أنا مش رجل دين يعني، أنا بتكلم من خلال معلوماتي واطلاعاتي المحدودة يعني، وجهة نظري الشخصية اللي هي تحتي أنا لوحدي يعني. الشيوخ اتكلموا عن الأهوال يوم القيامة، بس ما اتكلموش كتير قوي يعني رحمة ربنا. اللي انا عايز اقول لكم، محدش يخاف من مقابلة ربنا ومن حسابه، لان ربنا رحمن رحيم. من خلال قصتين بس ليهم معنى. القصة الاولى، واحد اعرابي يعني، رسول معدي كده فقابله. الاعرابي ده يعني، الاعرابي ده اللي هو الشخص اللي بيبقى قاعد في الصحراء يعني، مش في المدينة او في مكة او في حتة فيها مياه يعني، حياته بتبقى حياة خشنة وفيها قسوة. فالاعرابي سأل الرسول سؤال غريب، قال له: يا رسول الله، من يحاسبنا يوم القيامة؟ مين اللي هيحاكمنا يوم القيامة؟ فالرسول رد عليه قال له: الله. الرجل ابتسم ابتسامة فرح فرح شديد، وقال: والله، أقسم كده، قال: لقد نجوت ورب الكعبة. فالرسول سأله كده باستغراب: إزاي؟ قال له: إذا ملك الحليم أو إذا ملك الكريم عفا. طب الرسول مردش عليه، قال له: كلامك ده غلط. لأ، احنا لما نقف يوم القيامة، وطبعا اكيد هيبقى موقف رهيب، واقفين كده في حالة يعني لا يعلمها الا الله، احنا ما شفناهاش، بس واقفين. اللي بيخش يخلع درسه بيبقى قاعد بيعمل كده، اللي بينزل محكمة معايا بيبقى بيدخل بيعمل كده، اللي بيخش اسم بيبقى رايح يعمل كده. فبالك انت واقف قدام الرحمن الرحيم في يوم القيامة، اكيد هيبقى شكلنا في حالة ذل وفي حالة ضعف وفي حالة هوان، فأكيد ربنا يرحمنا. طب القصة التانية ايه؟ ان واحد يوم القيامة وزنت حسناته ووزنت سيئاته، فكان فاضله حسنة ويخش الجنة، فقعد بقى يلف عايز حسنة 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 حسنة، محدش راضي يديله حسنة الا من واحد كده واقف كده على جنب كده، نادى عليه قال له: تعالى يا فلان، انا ما عنديش غير حسنه واحده، حسنه واحده يعني، انا هلك هلك يعني، فخدها. فتجلى الله سبحانه وتعالى من عليائه في كبريائه، وسال وهو يعلم: يا عبدي، انت عملت ايه يعني؟ ايه اللي انت عملته ده؟ قال له: يا ربي، يعني هو فاضل له حسنه وانا ما عنديش غير حسنه، وانا هالك هالك. ربنا رد عليه يقول له ايه؟ عشان لكم ما تخافوش، ما حدش يخاف، رحمه ربنا وسعت كل شيء. قال له: انت ارحم بعبدي مني؟ انت يا عبد يا فقير يا ذليل، انت ارحم بعبد مني؟ خذ بيد اخيك وادخل الجنه. اذا الرحمه دي بتاعت ربنا. ربنا هيحاكمنا يوم القيامة، كلها، بس هو في ايده القرار برضو، يرحمنا يغفر لنا ذنوبنا. في ايده القرار. طيب رواية اخيرة، انا قلت لكم اقول روايتين بس هقول رواية اخيرة واقفل. واحد برضو يوم القيامة اتوزنت حسناته، مفيش حسنات خالص، وسيئاته تمام كده يعني، اللهم اغفر وارحم يعني. ربنا امر ملاك خذوه، فقالوا: الراجل مذهول. فبداوا يسحبوه من قدام ربنا، عيرموه بقى في جهنم. فالراجل مذهول قوي يا زلمه، مستعجب. فرب اول ما خلاص بقى هيترمى في النار، الراجل في ايه يعني؟ مذهول يعني، في حاله استعجاب، كانه ما عملش حاجه يعني، حاله الذهول اللي فيها، هو مستغرب وبيتحاق ان هو هيخش النار ده بقى. فربنا خلوا عبدي تهتوه، واحنا ظلمناك. لا يا رب،
مش هي دي سيئاتك؟ اه انت ما عندكش حسنات؟ قال له اه. قال له طب انت يعني مستعجب من ايه؟ قال له يا رب انا كنت بعمل كل معصية بس كنت مؤمن بآية واحدة بس، اللي هي ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فربنا بصيت له قال له ادخل الجنة محدش يخاف، ربنا يرحمنا بإذن الله. شكرا.